قال السفير الأمريكي بأفغانستان جون باس إن الإخفاق في تحقيق السلام في أفغانستان بين الحكومة وحركة طالبان يعني إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها المقرر. وأضاف السفير الأمريكي باس أن قضيتي الانتخابات الرئاسية وعملية السلام مهمتان، لكن السلام يشكل أولوية أهم وأعظم، لأن مطلب الشعب الأفغاني هو تحقيق السلام، ونحن نعمل في هذا الإطار بشكل متواصل، وسنستمر بالتعاون في هذا المجال، مبينا أنه إذا واجهتنا مشاكل على صعيد عملية السلام، فيجب إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية في موعدها المقرر.